بعد مسيرة حافلة بالنضال الوطني والعمل البرلماني، شيع جثمان عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب وعضو اللجنة العامة النائبة أوراس سلطان ناجي التي وافتها المنية الأربعاء إلى مثواها الأخير في مقبرة خزيمة بصنعاء، وفقا لوصيتها بجوار قبر والدها المؤرخ اليمني الكبير المرحوم سلطان ناجي. المشيعون أكدوا أن رحيل النائبة أوراس مثل خسارة كبيرة للوطن بشكل عام وللمؤتمر الشعبي العام بشكل خاص. رحم الله أوراس ناجي، كانت امرأة فاضلة في حياتها، رحم الله رحمة الأبرار، ونتمنى لأهلها الصبر والسلوان إن شاء الله. كانت مناضلة وبرلمانية مميزة وامرأة وطنية حافظت على مواقف وطنية خلال حياتها كلها، وضربت لنا مثلا في الإمرأة التي تحب أهلها وشعبها. المشاركون في التشييع أشاروا إلى مناقب الفقيدة التي حققت من خلالها حضورا ملفتا في المجالات السياسية والأكاديمية والبرلمانية، إلى جانب دورها في إبراز العديد من قضايا المرأة وأهمية دورها في السياسة والمجتمع. عرفناها وطبيبة، أنا عرفتها طبيبة أيضا، كانت معي في السراء والضراء، وعرفتها إنسانة وتنتمي إلى هذا الوطن وتحب كل ما هو خير وكل ما هو إيجابي. كانت مثالا للإنسان اليمني الصادق الصدوق، وبمواطنتها المخلصة وبانتمائها للأرض والإنسان اليمنية، ولعملها البرلماني ولعملها في القطاع النسائي ولعملها في مختلف المجالات ولعملها الطبي أيضا. إننا حزينون جدا، أنا وزملائي في البرلمان وزملائي في اللجنة العامة وكل من تعرفوا على الدكتورة يورا السلطان، لكني أنا كنت رفيقا معها في كل المواقف وفي السفريات. كنا سويا نذهب إلى الاتحاد البرلماني الدولي في كل سنة لا نفارقه أبدا، وكنا في المحافل الدولية معا، فستظل ذكراها خالدة في نفسي، لن تتغير أبدا، وسأظل حزينا عليها ما حييت. قيادات مؤتمرية وسياسية وبرلمانية شاركت في التشييع وعبرت عن حزنها الشديد لراحيل الصوت النسوي البارز في كتلة المؤتمر البرلمانية الذي كان من أبرز المطالبين بالدولة المدنية الحديثة. الودة زميلة عزيزة وأخت كريمة وهي الأخت أوراس سلطان ناجي، والتي وافتها المنية بعد عطاء حافل أدت واجبها في البرلمان كعضوة، وهي الوحيدة في مجلس النواب، وبفقدانها سيفتقد المجلس عنصر هام من عناصر ومن أعضاء المجلس، وقد عانت من المرض معانا يعني في الأشهر الأخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لها الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقيدة وطن قضت معظم عمرها في سبيل مصالح البلاد والكفاح وإيصال صوت المرأة إلى المشاركة في صنع القرار السياسي وتمثيلها في الفعاليات الداخلية والخارجية. لقناة اليمني اليوم، صدام الصباحي، صنعاء.